حياكم الله يا شباب، تقبل الله منا منكم يا رب. طيب احنا ايضا نرحب بالجمهور الكريم خلف الشاشات اللي يشرفنا دائما بمتابعته دائما لبرنامج التاج، تحديدا في خيمتنا المسائية التي نلتقي فيها مع المتسابقين وايضا مع نجوم البرنامج اللي يشرفونا كل يوم في هذه الاجواء، اجواء الخيمة. نحاول نسولف، ناخذ الاجواء الفنية وبعض الذكريات الجميلة، ونعيش تجارب ايضا النجوم والضيوف اللي يشرفونا في خيمة التاج. انتم ايضا تستطيعون ان تشاركونا مشاهدينا الكرام من خلال هاشتاج التاج الموجود على تويتر، وايضا ارقام التواصل اللي تظهر تبان على الشاشة. ايضا نذكركم بالتصويت المستمر لنجوم التاج المتسابقين اللي تظهر اسمائهم على الشاشة، وايضا متبوعة بارقام التصويت، وصوتوا لمن يستحق. حياكم الله يا شباب، تقبل الله. اليوم يعني شرفنا الحقيقة ضيفا يعني عزيزا على قلوبنا اليوم، الأستاذ أسامة فيلالي، وهو رجل الأعمال ومالك شركة دار الإيمان، وهي أحد الشركات الراعية المميزة في برنامجنا برنامج تاج. باسمكم جميعا وباسم المتسابقين رحب بالأستاذ أسامة. حياك الله. حياك الله. هلا وسهلا فيك. كل عام وأنت بخير. طيب إن شاء الله حبايبنا. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. الله يحفظكم يا رب. يعني شرفنا فيك اليوم في خيمة التاج. ضيافة بسيطة من الشباب المتسابقين. هذه الحلوة. أيوة حلو، كل حلو يقول. طيب دقيقة بس خلينا. كم بطلك؟ حبة يدوبة ترى. والله هذا مرة صاحبك مرة بخيل ده ترى. والله اثنين توقع. ممتاز. والله. توقع ما أدري أنت حظك. وأنت كريم إحنا نستاهل. هاي كلمك يا جماعة. عمر رحب فيك أستاذ أسامة. الله يحييك. بين أبنائك والمتسابقين في برنامج التاج، لهم سعيدين اليوم بصحبتك سواء في الدورة أو أيضا في تشريفك للخيمة. الله يسلمك ويبارك فيك، الله ينفعكم وينفع بنا، ينفع بكم يا رب. طبعا احنا ودنا يا شباب اليوم حديثنا، يعني الكل يعرف حتى المشاهدين الكرام أن أستاذ أسامة وشركة دار الإيمان لهم تجارب يعني عريقة في الحج، وله حديث ذكريات قوي في الحج، يعني وما أجمل الحديث عموما عن الحجاج، وحديث أيضا ذكريات الحج، خصوصا نحن مقبلين على موسم الحج إن شاء الله كلها شهرين بإذن الله يا رب. يبلغنا يا رب تكون موسم الناجح إن شاء الله بإذن الله يا رب، يبلغ الجميع. فودنا شباب اليوم لمن لديه أسئلة عن الحج وتجارب ومشاركات، حتى لديكم يعني تسلم يا جمال، يعني حتى اللي عنده مشاركة أو عنده تجربة جميلة في الحج حاول يشاركنا فيها. أنا ودي أبدأ الحديث معك أستاذ أسامة، يعني ما شاء الله تبارك الله سنين طويلة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، على هذا شرف يغبطكم عليه الكثير، وإحنا أول من نغبطكم عليه في هذه الضيافة لرواد وروافد بيت الله الحرام. متى بدأت تجربتكم في الحج؟ قبل كم سنة؟ وكيف كانت البداية معكم وأيضا مع شركة دار الإيمان؟ قصة طويلة. ناخذها كذا على الطاير. والله أول رحلات الحج كانت أذكر إحنا في طلبة في الجامعة، كنا مع الجوالة وبدينا رحلات الحج بتقديم خدماتنا كجوالة في مخيم الحج للحجاج، فهذه كانت البداية. أعتقد كانت في عام 77 1397 تقريبا 97-98 كانت أول مخيم أطلع فيه للحج. طبعا كنا نطلع مع الوالد الله يرحمه قبل كده، لكن أول رحلة حج متكاملة وكنا فيها يعني جزء من الحج، نقدم خدمات في الحج. هذيك أول مرة لكم؟ أول رحلة كانت تجربة نعم عملية كانت في الحج. وبعدها بعد كل سنة أصبحتم يعني لكم شركة خاصة ولا؟ بفضل الله من أنا أذكر من يعني من 77-78 ميلادي، أو يعني ما أعرف كنت 1397-98 إلى الآن بفضل الله بكرم الله ما فاتتني، الحمد لله رب العالمين ما فاتتني سنة إلا وحجيت فيها الحمد لله، وكرمني الله إني أنا أقدم خدمات في الحج. يا سلام. بفضل الله. طيب شباب اللي بيضيف، يعني إحنا بدأنا ذكرنا البداية اللي كانت ما شاء الله للأستاذ أسامة، وزي ما ذكر ما شاء الله تبارك الله من ذيك الأعوام إلى الآن ما شاء الله تبارك الله ما فاتت ولا حجة، وما هي بس حجة،
حج وخدمه لضيوف بيت الله الحرام للحجاج، يعني ما شاء الله فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. في احد داخل ولا اكمل اسئلتي؟ تفضل يا جماعه. بس لا هو اكيد ما شاء الله له تاريخ في الحج، فلو يعطينا موقف الان ما ينساه غير موقف الوجبات اليوم. كذا اذا موقف كذا في الذاكرة. لا والله برضو في الوجبات وبرضو في الاكل. اذكر في عام اظن 78 انا التحقت بالجامعه عام 77، وكان رقم التسجيل حقي في الجامعه اذكر الان 770-635. ما شاء الله تبارك الله. التحقت في الجامعه وانا هوايه الطبخ اطبخ، ففي عام 78 او 79 والله العالم 79 الطباخ حق الجامعة اعتذر، أو إنه بعد ما طلعوا الشباب والجوال والمخيم، طبعاً كنا يطلع في الجوالة مش أقل من 70-80-90 إضافة للضيوف حقون الجامعة مع المدير الجامعة ما شاء الله توصل 100-120-130 نفر. فديك السنة بدأ معهم يومين ثلاثة الطباخ، بعد كده اعتذر مشي مرض أو سلوا ظرف. وأنا قلت لكم أيامها كنت أشتغل مع خيلاني في الحج في الدكان، ففوجئت تليفون على الدكان عند خالي اسألوا عني من الجامعة، لا كان في جوالات لا كان شيء، كان التليفون الثابت. اسألوا عن أسامة، فين أسامة؟ والله موجود. مين يبغاه؟ يبغاه الدكتور عبد الله نصيف. عبد الله نصيف ديك الأيام كان مدير الجامعة. عبد الله نصيف بجلالة قدره يطلب أسامة فلالي اللي هو ولا الأمر في شيء، يعني في شيء، وأنا يعني تقولوا تخرعوني خايف إيش اللي صار. قال جاء تليفون وقال الدكتور عبد الله يقول لك إلا تطلع اليوم، بكرة ما تبات الليلة ما تبات إلا في المخيم في ميناء. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا البال يروح ويرجع، إيش في مشكلة فيه؟ إيش دخلت الخيمة على وصلت ميناء، دخلت الخيمة على الدكتور، واللي حصلت أخوي عصام دكتور أستاذ دكتور عصام كان رائد العشيرة الجوال ديك الأيام، حصلته جنبه. لما شفته جنبه قلت أكيد هو اللي مبيت لي شيء معين. إيش هو؟ الله العالم. طاعة موجودة. فالدكتور عبد الله قال لي يعجبك كده يا أسامة؟ الزملاء كلهم لهم يوم دحين ما أكلوا. عجيب والله، انا اللي حاكلهم يعني، انا هشبعهم يعني. ايش اللي صلاح يعني انا في. فقال لي يلا من بكره ان شاء الله تبدا تطبخ لنا. انا اطبخ لكم للبشر دي كلها؟ قال لي تطبخ للبشر دي كلها. الله المستعان. طبعا كان الذبح والسلخ والطبخ كله في مكان واحد قبل ما تعمل المسالخ فكنت اذبح واسلخ واطبخ للمجموعة بالكامل بفضل الله. ما شاء الله. كان فوق 70 طبعا زي ما ذكرت. أكثر من 170-180 هذول كانوا الجوالة، يضيف ضيوف الجامعة والكادر والإداريين. عدد كبير. فربنا أكرمني وعانني بفضل الله إنه أنا طبخت في موسم الحج هذاك بالكامل إلى يوم عرفة. وصلنا عرفة أنا خلاص قيدي منتهي، قيدي لي أطبخ من يوم 5 ولي من يوم 4 إلى جاء يوم عرف خلاص أنا منتهي، طحت كأني ميت خلاص. جاني الدكتور الله يمسيه بالخير الدكتور كامل الدكس حبيبنا وأستاذنا في الجامعة، قال لي أسامة أنا معك، أنا أعتبني صبي معك، أخدم إيش اللي تبغى مني قل لي بس. طبعا جزاهم الله خير في الإدارة مهيئين لي 4-5 أنفار إني ساعدوني. في ديك السنة تاني سنة أو في بعد الحج المفترض كنت أروح أخطب، أبى أخطب أتزوج. ترى كثير هنا دقيت الجرح. في إشارة عندي هنا في أصبعي قطع إلى الآن، هذه من علامات أو من أثار الطبخ. كنت أنا بقطع اللحمة بالسكين بتاع ضربت إلى الآن حماس. الصيحة كانت فين وصلت؟ فدخلت خطبت وأنا بعاقة يعني بعاهة في يدي.
والحمد لله رب العالمين. طبعا تجارب الحج جميله جدا واللي يعمل في الحج يعني له طعم مختلف. اكيد والله ما دام ما شاء الله في الطبخ ودنا تشرف على الشباب هنا في الطبخ البارح ما شاء الله. والسيد سوى لنا طبخه. فين السيد هو من ايش سوى لنا طبخه ما شاء الله طبخه رائعه ملح بالاكل اي والله ممكن خلاص ابشروا. هو في طريق انت اديته او سيد عشان يخفف الملح اظن ولا ان هو هو دقها في الطعم على طول. اي أيوة والله انا قلت له ترى في الطبخ يعني صعب. البطاطس يخفف الملوحه يشرب الملوحه. فانا قلت له لما تنزنق في طبخه ارمي مقشر بطاطس وارمي فصطه كميه طيبه يشفط لك الملوحه وبعدين كذا ممكن تشيل البطاطس برا وتغرف لوحده. انت ما شفته ايش صار بعد الافطار لو انا عرفت انه روشوه ترويشه حلوه تغطس المويه بعد اكلها يعني بدل البطاطس بدل ما غطس البطاطس غطوا شيء. طيب في احد يشارك شباب ولا؟ طيب خلينا مع الشباب نبي نكسر الجو شويه. ايه نبي نكسر بين اجواء الحج وبين اجواء الاناشيد. من عنده مجهز لنا الحج وذكريات الحج؟ ما الحج لكن موال يعني موال. طيب اعطينا يا جماعه ان شاء الله اعطينا يا جماعه يروق لذائقتكم. محمود شارك معايا كلنا نشارك معاك. لا لا هو بيخش دخل بيدخل دخله مؤثرات البشريه عند منير ان شاء الله ما نستغني يعني مؤثراته عاليه الكورال هنا. يلا يا جماعه رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فيك الجمال فجل من سواك صلوا دوما على النبي المختار يا عين صلوا دوما صوت. على النبي المختار يا عين كلكم جمعا ايها الحضار يا عين كلكم جمعا ايها الحضار يا عين قم من النوم واطرد الوهن عنا يا عين قم من النوم واطرد الوهن عنا يا عين أيكون الحمام أطرب منا يا عين أيكون الحمام أطرب منا يا عين صلوا دوما على النبي المختار يا عين صلوا دوما على النبي المختار يا عين كلكم جمعا أيها الحضار يا عين كلكم جمعا أيها الحضار يا عين ما عشقناكم للصفات ولكن يا عين ما عشقناكم للصفات ولكن يا عين نحن قوم إذا نظرنا عشقنا يا عين نحن قوم إذا نظرنا عشقنا يا عين يا سلام الله يا اخي انا انظر للشباب اليوم احس فعلا العدد واضح انه ناقص. احنا البارح خرج اثنين وعندنا يعني من الزملاء الاعزاء يعني في المسابقه عبد الرحمن عبد الرحمن صالح عبد الرحمن قبيب يعني الله يعطيهم العافيه كانت تجربه رائعه لهم لكن والله فقدناهم فعلا العدد بدا يقل معنا كان يوصلون لورا شوي يعني ما شاء الله تبارك الله يحفظهم جميع الشباب يعني تفضل يا حسام مصورين بما انه ما شاء الله الاستاذ اسامه من سكان مكه المكرمه ودي يعني يخبرنا باشياء جميله في مكه يعني المركز خلاص تخلص عليه انت هو مكه كلها حلوه اي والله هو ممكن البعض لانه تعرف منوعين من ليبيا انا من مكه العراق وغيره نفس الشعور يعني ودك تسمع اشياء مكه حنيت يا حسام الحواري ايام زمان يعني مثلا
مكة كلها حلوة، واحلى ما فيها الحرم، واحلى ما في الحرم الكعبة. أكيد. الأشياء الجميلة، زمزم، حرم، مطاف، حوالين الحرم أسواقها، أحياءها، مبانيها، حاراتها، ناسها، المراكز اللي كانت فيها، ديوانيات اللي كانت فيها، مكة كلها حلوة. إيش من الحواري تعرف يعني تتذكر إلى الآن يعني؟ والله اللي باقي أول حارة أقول لك حارتنا المسفلة يعني. المسفلة ما شاء الله. الهجلة، الأجياد، الغزة، العزيزية. حارة المطبعة تعرفها يعني؟ ها؟ المطبعة يسموها والعبادلة يعني. مطبعة؟ المطبعة أو العبادلة. أنت منا يا حسام؟ انا ايوه انا اعرفها خلاص ما عليك اظبط طيبه عاد زورني يوم طيب يا انت منها يا المدام منها واحده من الدهن ورجال خاطر نفس الحاره كمان الحناوي الحناوي نفس المنطقه اسمها العبادله والله الحياه جديده ترى انا ماني خبري فيها بسيط طيب احنا ودنا نكون حديث يا شباب على اساس عن الحج واجواء الحج خلينا نرجع لذكريات الحج لعله يعني تجربة طويلة زي ما ذكرت من البداية ودخلتم أيضا في ضيافة الحاج إيش من المواقف الممكن مؤثرة لك أستاذ أسامة مع وجودك وتعاشرك بين الحجاج أثر فيك وما تنسى هذا الموقف والله المواقف كثيرة حبيبي يعني كان أذكر في بعضها أذكر مرة كان معنا أحد أصحاب المعالي حاجز معانا ما شاء الله وهو رجل كبير في السن وكان في منصبه فوقفنا في سرة في مزدلفة وإحنا قبل ما يدخل مزدلفة يمكن حوالي فوق 6-7 ساعات وإحنا في الطريق ما وصلنا عرفة لسه فالرجل تأذى كثير فقال لي تسمح لي اني انا اخرج قلت له فين تخرج مع الدكتور يعني فين حتروح الدنيا وانا بصراحه يعني انا قلبي على كل حاجه يعني خاصه تحت مسؤوليتي لو تعثر لا سمح الله لو طاح لو مرض لو 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 اي شيء انا يعني ان كان ما حد سالني فانا الوم نفسي فيها فقال لي ما عليك ترى انا شباب اشب منك والله فعلا نزل هو واثنين ثلاثة معاه وما شاء الله كملوا مشي من عرفة لمزدلفة من نص طريق في نص منتصف طريق عرفة إلى مزدلفة وكمل إلى مزدلفة وكمل هناك أنا إيش اللي أثر فيه في الموقف هذا الهمة اللي موجودة سبحان الله نعم فيعني هذه أحد المواقف أمانة اللي ما أنساها كان أسميه معالي الدكتور خالد العنقري كان وزير التعليم العالي تبارك الله أقول صاحب همة عالية وكان له فضل كبير في الحقيقة على بعض اللمسات في تطوير خدماتنا في الحج بسيطة كانت ملاحظات فهذه بعض الملاحظات يعني شوف كمان موجودة يعني ما نزعج من الموقف أحيان 7 ساعات 6 ساعات أحيان مع الأسف الحاج يخرج عن طوره نعم وينسى انه في شعيره عظيمه نعم. لكن شوف كمل بروح حلوه حصلت معايا موقفين يمكن انت بتقول لي عليها الان والحج اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وموقفين ابدا ما انساهم في حياتي مؤثره جدا في حياتي شخص وصل معانا الى منى يوم 8 وفجر يوم 9 قرر انه ما يطلع حج يا الله فجر يوم 9 يوم عرفه واحنا في منى لسه ما طلعنا على عرفة الحج وصل الحج خلاص وصل الحج الحج عرفة قال لك ما أبغى حج يا حبيبي إيش في منزعج مهما يكون من ظرف يعني ما ممكن تسيب خلاص باقي لك 3 ساعات وأنت تكون في عرفة الرجل صمم طبعا أنا انزعجت انزعاج مو طبيعي بديت أرسل ناس من طرفي روحوا شوفوا الرجال إيش عنده إيش خير. 3-4 أشخاص من ضمنهم أذكر كان معانا الشيخ علي بدحدح الله يمسيه بالخير دكتور رحلوا يا ابن الناس باقي لك 2-3 ساعات ونطلع على عرفة إيش اللي حاصل الراجل ما هو راضي يتكلم بأي شيء أحد أسألك أحد شيء أبدا إلا أبغى أنزل وفعلا ترك الحج ونزل على جدة وسافر نعم
هو من برا جدة. من خارج السعودية. خارج السعودية. من خارج السعودية. خارج السعودية. فشوف الكتبة. في المقابل شخص آخر يكلمني من شوال يقول لي أخوي أسامة بطلع الحج. قل له والله الله يحييك. قال لي بس أبغى أشوف لي طريقة إني أقدر أحج فيها يعني. برا السعودية. برا السعودية. من تحديدا من سويسرا. من جنيف. قلت له والله يا أخويا يعني أنا ما أقدر أطلعك يعني لكن أستعين بالله وأكثر ما فيه أصوم يوم عرفة يعني. الرجل ما فتئ أنه كل أسبوع أسبوعين هو يتصل شوف لي طريق أعمل ما في طريقة. مشتاق الرجال مشتاق. يريد الله سبحانه وتعالى مساء يوم 8 ذي الحجة أحد الأشخاص اللي ربنا مكرمهم وبطائرته الخاصة عمل ترانزيت نزل ترانزيت في جنيف عشان يعمل فيولينج للطيارة حقته. صديقه هداك فاتصل فيه صديق مكالمة فأهلا أنت هنا؟ لا والله أنا موجود أنا جيت أعمل فيولينج. ماشي فين؟ على جدة. قال له نفسي أطلع حج نفسي. ورجل يبكي يا الله تبي تطلع؟ هات شنطتك بسم الله تعالي على المطار. يا الله سبحان الله. طلع على المطار. والله يا شباب والله والله يا شباب انه يوم عرفة انا في وسط عرفة ولا اشوف الا الشخص امامي اللي ما انكره اللي ما انكره امانة. انا يعني قلت انا يا اني انا مغيب يا انه بتخيل يا انه انا متعب. سبحان الله. معقول فلان؟ قال لي ربنا كتبني ويبكي يبكي. وصلني إلى عرفة على صلاة الظهر. على صلاة الظهر يوم عرفة. شوف سبحان الله تناقض. نية نية صادقة. نعم صدق الله سبحانه وتعالى. شوف الروح اللي موجودة الحج يعني بعضهم يصل في أحيان مع الأسف لا يتم حجه حتى بعضهم يعني يصل عرفة ويحج لكنه حجه في أحيان. نعم لا هذا أقول شيء آخر بس هذه وأنا حصلت معايا شخص آخر برضو قبل سنتين ثلاثة وصل إلى عرفة إلى ميناء عندنا ولقى الحج ومشي. ليه؟ عشان أتأخر في التنقل من عرف من حرم إلى أن وصل ميناء. طيب هذه الأمور أنت لما تطلع الحج أنت يجب تهيئ نفسك بأن الظرف غير الظرف والمكان غير المكان والمركبة اللي أنت فيها غير المركبة اللي محتاج عليها. لازم تهيئ نفسك في الظروف هذه كلها خصوصا أنه العدد كبير يعني كم فوق كم مليون يعني 4 مليون تقريباً في منطقة ضيقة وصغيرة والعين يعني تشهد الزحمة واضحة يعني ما القضية مو خط سالك ما هي على قولة خط سالك لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. معلش خلينا نسأل الشباب مين اللي سبق له انحج يرفع يده حج ماشي أيوه انحج سبق له وباقي كم واحد ما حج؟ واحد اثنين علي ما حجيت ثلاثة أربعة خمسة حسام حجيت ولا ما حجيت؟ الحمد لله حجيت هي من هالمكة مكة ايه ما شاء الله الله يكرمكم يا رب بإذن الله مرتين ورا بعض ما شاء الله الله يتقبل يا رب ويكرم من لم يحجي بس أنا أقول كونك أنت من مكة شباب مكة أقول شباب مكة أولى بخدمة ضيوف الرحمن من غيرهم وحتستمتعوا بها. أنا أعرف الحج أمانة دكاترة ومهندسين وكبار ما هو قضية مادة أبدا لكن بيسخروا نفسهم لخدمة الحاج. أنا أذكر حادثة محادثة عائلة من العوائل في مكة قديمة كانت العائلة هذه وظيفتها في الحج خدمة بهائم الحجاج خدمة بهائم الحجاج. نعم عائلة معروفة. لا 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 خدمة البهائم كانوا طبعا يجوا في السابق لا في سيارات كانوا يجوا بالجمال بالجمال وبالخيول سبحان الله كان يقطع المسافات. فكانت العائلة هذه مهمتها تعتني ببهائم الحجاج يوقفوا البهائم ديك ويعتنوا فيها فترة الحج بأكلها بشربها بنظافتها بكذا أساس حراستها عشان بعد ما ينتهي الحاج من مشاعر الحج يجي يحصل بهيمة طيبة يقدر يركبها ويرجع بها المشوار لأنه طبعا كانوا بالشهور صح. فكانت صح. هذه العائلة مهمتها خدمة بهائم الحجاج وأي ما شرف هذا استفاء من الله سبحانه وتعالى هذا استفاء من الله سبحانه وتعالى فعشان كده بقول يا شباب مكة أنتوا أولى بخدمة
شباب مكة والغربية وجدة المدينة كلنا كل من الحجاز يتهيأ له خدمة ليس أداء الفريضة. طبعا أداء الفريضة يجب أن يلتزم بأوامر ولي الأمر إنه الحج كل خمس سنوات خمس سنين نعم. لكن كونك أنت تعمل لخدمة الحاج فأكرم نفسك وأكرم الحجاج بأنك أنت يا سلام سنويا تحج وتخدم الحجاج. جميل. تفضل علي. أنا مغربي. سؤالك. نسأل الشيخ مدري سألته يعني نفس السؤال. هل يعني من المستقبل أن يكون للشركة فروع يعني في المغرب العربي خاصة تونس وليبيا وكذا؟ لأن الحج من ليبيا يعني يكاد يكون صعب جدا جدا يعني. والله شوف احنا نتمنى ان شاء الله يكون لنا في ليبيا مكتب. احنا عندنا في ابتداء شمال افريقيا تقريبا كلها كل دول شمال افريقيا عندنا مكاتب فيها ما عدا ليبيا. لكن ان شاء الله ربنا يكرم اذا استقرت الاوضاع وكذا يكون لنا مكتب فيها. طبعا مكتبنا هناك مكتب تمثيلي في العاده بيكون لعمل برامج العمره وعمل برامج الحج عن طريق الشركات اللي هي موجوده في ليبيا. لانه احنا غير مصرحين وغير مرخصين بخدمة الحجاج من خارج المملكة. احنا عندنا شركة حجاج داخل لكن نخدم الحجاج الآخرين بأنه احنا نهيئ مساكن لهم في مكة وفي المدينة. ممتاز. نعم. كم صار لكم فرع خروج حول المملكة حول العالم؟ عندنا الآن حوالي 18 فرع بفضل الله في حول العالم. جميل. تفضل يا تفضل. الله بالخير. مساك بالخير. الشركة دار الإيمان عندها حملات تنظم حملات للمقيمين بالسعودية وما عندهم ترخيص يعني تسوي لهم ترخيص. هناك كثير من الشركات كثير من الجهات يعني يذهبون إليها الطلبة ولا المقيمين وكذا يسجل عنده يسوي حملة بحيث هذه تتكفل الحملة تفرل الترخيص. أيوة الترخيص تصريح. أهم شيء يعني الترخيص تصريح الحاج لا حد بلا تصريح. هو زي ما قلت إنه إحنا شركة تخدم حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين. كل شركة لها ترخيص من وزارة الحج تمنح من وزارة الحج. وزارة الحج تمنحنا الأماكن في 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 منى وفي عرفات بعدد معينة بيتقدم حسب النظام السابق القديم إنه هو الشركات الأشخاص بيقدموا إذا ما سبق لهم الحج بيسجلوا في الشركات، الشركات تستخرج لهم تصاريح الحج. ممتاز. جميل. الحملة هي من دار الإيمان هي تخرج التصريح ولا مثلا الشخص من نفسه يروح؟ لا لا لا، الحملات الشركات المرخصة رسميا من وزارة الحج هي اللي بتطلع تراخيص الحجاج. شركة دار الإيمان مرخصة؟ مرخصة بفضل الله. لا. جميل. طب خلينا نوقف نسلم عليه عامر بعد خلينا نشارك عندنا عند ياسين. تفضل ياسين. شو سوى إن شاء الله؟ معاك. علي عندك على بيت الله على بيته شوقني حماه ولبيته على بيت الله على بيته شوقني حماه ولبيته ولبيته زرته عم نول يا ريت يوعدنا يا ريت على بيت الله على بيت الله على بيت الله على بيته طفت وسعيت ودعيت ودعيت طفت وسعيت ودعيت ودعيت وشفت النور أنا شفت النور بالدمع الغالي ناجيت على بيت الله على بيته بالدمع الغالي نجيت على بيت الله على بيته على بيت الله على بيت الله على بيت الله
على على بيته. ما شاء الله الله تبارك الله. والله شوقنا شوقتنا الاجواء. الله يكتب لنا اياكم يا رب. الله يكتب الجميع ان شاء الله. انا اعتقد يعني خصوصا بهالمشاعر مشاعر الحجاج اللي مخارج المملكه للحج اقوى يعني واكثر. ما في موقف كذا شفته من الحجاج خصوصا خارج المملكه من الفوت اللي من برا المملكه يعني قد يكون مؤثر في وصولهم للحرم للحج؟ لانه سمعنا مواقف كثيره فعلا تؤثر لمن هم خارج المملكه. والله ما يخطر على بالي شيء الان، بس انا اقول انه سبحان الله يعني يجب ان لا تكون العباده عاده ونستمرئها، يجب الاحساس بها. يا سلام. لانه هذه نعمه من الله، وتحس بنعمتها ولذتها لما تحس انه في شخص اخر مثلك موجود يتمنى ان هو عينه بس تطيح على الحرم كعبة. على الكعبة. فكيف بنا ونحن ابناء الحرمين نهجر الحرم ونهجر؟ برضو انا اقول للشباب اللي في السعودية واللي يستطيعوا انهم يخدموا الحجاج، ترى هذه نعمة من الله كبيرة. جميل. تفضل عامر. عندي مشاركة. تفضل يلا اعطينا نشيد كذا بسيط. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله، في مكة إي والله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله، في مكة إي والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله، في مكة إي والله. يا سلام يا سلام. طبعا هذه من كلمات الشاعر القدير عجلان ثابت، ونشدها المنشد الفنان عبد القادر كوزة، من اجمل نشيد الحج. اي والله. مشاركه ولا سؤال؟ مشاركه. خلينا في الاسئله، نبغى نعيش كمان اجواء الحج. عنده سؤال يعني بعدين نرجع نشارك. ما شاء الله اكثر من واحد اليوم جاهزين ومخوخين يا شباب. دائما تحتكم. امير تفضل. استاذ اسامه 1417 97 98، قدر الله كان هناك حريق كبير يعني، نسأل الله انه يرحم الموتى والى اخره. كيف يعني كنت في منى يعني؟ كنتوا حاضرين هالحادثه؟ وكيف كانت المشاعر ومن تبقى يعني؟ احنا سمعناها بكل صف لنا. عاش الجو الاستاذ اسامه تفضل. اذكر كان عمري 7 سنوات والله. اذكر حتى الدفاع المدني اذكر صراحه يعني، والخرائط يعني جميع انواع. طبعا جده شاركت والطاي شيء يعني ما كان. خلينا نسمعها. كنا في ذيك السنة كانت المباني موجودة ذيك الأيام لسه في 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 منى. فكان عندنا مبنى يبعد عن الحدث يعني مش أكثر من 400 متر تقريبا، مش أكثر من 400 متر 500 متر بالكثير. نعم. طبعا كان هو حصل يوم 7 من 7 ل 8، فكانت كارثة أمانة، المصيبة كانت كبيرة جدا، أكلت كثير من مخيمات الحجاج. اللي أوقفني فيه ولا أنا أذكر موقف حصل رأيته بعيني، ومواقف أخرى حصلت معانا إحنا في. طبعا أنت عندك حجاج في المبنى،
طبعا كنا على اتصال مباشر مع وزارة الحج، مع الدفاع المدني، مع الكهرباء. هل نخرج الحجاج، نطلعهم من المبنى، نخليهم؟ طبعا حالة طوارئ، حالة طوارئ. طب الناس موجودين، فكان موقف صعب أمانة. كنا على تواصل. الموقف اللي استوقفني أمانة من شخصية، أسأل الله ربنا يكتب أجرها إن شاء الله ويبارك في عمره ويبارك في عمله، كان وزير الحج ديك الأيام الدكتور محمود سفر. الرجل هذا أنا شفته فوق الكوبري وبيطالع على الحرائق. طبعا الكارثة كانت تكبر بانفجار أنابيب الغاز اللي كانت موجودة في المخيمات. يا الله، كانت تطلع زي القنابل، تنتقل من منطقة إلى منطقة وتشتعل نار في المخيمات. يعني هذه المنطقة الآن فيها حريقة، شوية تحصلها انتقلت إلى أقصى المنطقة الأخرى اللي ما فيها. فكانت عملية، فكان الرجل فوق الكوبري وينادي بأعلى صوته: يا الله يا الله يا منقذ يا مغيث. وفجأة طبعا رجال الدفاع المدني، أنا أقول يعني سبحان الله، ما قضية شكر وقضية ما، لكن أجرهم على الله. مواقف شفناها أمانة، وأنا شفتها بعيني لرجال تضحية فيها. إيش تضحية؟ كان يطلع على البرج ومن فوق يوجه زملائه والنار تحته، النار تحته، ويمكن أعتقد إنه بعضهم انحرق هو فوق في في في, في الأبراج هذه. الموقف اللي استوقفني مع معالي الدكتور إنه في مرحلة من المراحل هو على الكوبري، أشوف الرجل سجد واستمر دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة دقائق هو ساجد. قلت سبحان الله، فعلا ليس لها من دون الله كاشفة. التجوا إلى الله، ربنا أكرم وطفت الحريق. و طيب إيش اللي حيقوم الناس؟ حتروح على منى، على عرفة، من عرفة حتيجي على منى. إيش القوة اللي حتبذل إنك تقيم مخيمات أخرى في نفس المكان؟ طبعا في بعض الحجاج وكثير من الحجاج والمذاهب والجنسيات عندهم يوم تروية ضرورية، لازم يطلع يوم 8 يعمل 5 فروض في منى. في منى يبيت كمان كلهم بالكامل. وجهوهم ما في تربية ديك السنة، طلعوهم على عرفة لأنه خيامة محروقة. وشيولات ودركترات اشتغلت يوم عرفة بالكامل، هي تنظف المحروق. من فين جو الناس؟ من فين رجوا الأيدي العاملة؟ كيف جات الخيام؟ كيف اتنصبت؟ كيف اتفرشت؟ هذه بقوة الله سبحانه وتعالى. وعندك يوم واحد بيرجع يوم عرفة بالليل، لازم هم صباح يوم عرفة شغالين. هو نفس اليوم، هو في نفس اليوم، يعني بعد مغرب ذاك اليوم حتكون نفرة من عرفة وحيجوا على مزدلفة، يجوا في مزدلفة بعد نص الليل ويطلعوا على عرفة على منى. فسبحان الله في خلال الفترة هذيك 14 15 16 ساعة ربنا أكرم ونصبت الخيام بالكامل وفرشت وجهزت. طبعا الناس هذه عاوزة تاكل، عاوزة تشرب، عاوزة، بس أنا نفكر فيها إن الله سبحانه وتعالى لطفه كبير. سبحان الله. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعني لطف وقدر وأكرم. يعني منين والله كم عدد المتوفين يا أستاذ؟ والله ما أعرف، بس هو طبعا بفضل الله إن هو كان يوم 8 مساء يوم 9 بصباحية يوم 8، فما كانوا لسه معظم الحجاج جو. يعني معظم والتروية، والتروية تبدأ من صلاة الظهر يوم 8، فكانوا لسه معظم الحجاج اللي لازم يجوا ما جو، خصوصا حجاج الداخل اللي جوني معنا، حجاج الداخل واكثرهم المنطقه اللي صارت في الحرائق منطقه حجاج خارج. ايه منطقه حجاج خارج، فمعظمهم لسه ما جو. في حجاج وفي كوارث صارت وفي ناس ماتوا وفي ناس، بس الاعداد ما اعتقد بذيك الاعداد الكبيره اللي تذكر في 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 زي هذا حدث. بس الحدث الكبير انه هو قضيه انعدام ال يعني او تلف المخيمات الحجاج وتنظيف المنطقة بالكامل وبناها
لتتهيأ لسكن الحجاج. واعتقد ان الان الخيام الجديده اللي صارت في ميناء اصبحت يعني مضاده للحريق، اضافه عده عناصر امانه. أيه. الخيام ضد الحريق، عدم وجود طبخ بالغاز في 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 المطابخ، صاروا يستخدموا الكيروسين فقط او يستخدموا المطابخ الكهربائيه. فيعني هذه خففت كثير بفضل الله، اضافه صراحه لجهود كان من دفاع مدني، كان من الأمارة، كان من تجاوب المطوفين والأصحاب شركات الحجاج الداخل، في لأن حدث ما هو بسيط، حدث كبير جدا. أعتقد الآن الحمد لله حتى في جانب الإسعافات والدفاع أصبح هناك استعداد لبعض الأفكار، يعني شفنا العام دبابات والسيارات الصغيرة التي تستطيع أن تمر بين الحجاج وتساهم أيضا في جانب الأمن. الحمد لله. نأخذ جو كمان عند الثنائي صالح وعلي. عنده انشوده وانا عندي مشاركه. ها عنده انشوده وانا عندي مشاركه. طيب يلا تفضل. نغير الجو شوي شباب. يلا بسم الله. تستشير يا علي، روح. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله، للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اجرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، والضاء العين قرير، يحمل بدرا لينير بإضاءة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان. جميل جميل. طيب بس نبقى لأنه الوقت انتهى، احنا ودنا يعني نختم بسؤال مع الشباب، يعني يعني الأستاذ سامة خصوصا يعني من القامات الكبيرة اللي تخدم حجاج وضيوف بيت الله الحرام، برسالة أخيرة توجهها لمن لم يستطع الحج ولمن يريد أن يحج هذا العام من خلال تجاربك في استغلال هذه الأيام المقبلة إن شاء الله لأيام الحج. ربنا كريم، ربنا كريم وعظيم، والله سبحانه وتعالى يعني يعلم النوايا والسرائر، فإحنا بنتعامل زي ما قلت مع كريم، فهو
انت هيئ لك انك تجري الحج فبها ونعمت، ان لم يتهيأ ربنا كريم انه هو هيئ لك يوم عرفة بالصيام فوله اجر الكبير وله اجر العظيم. لكن يظل الدعاء ان الله سبحانه وتعالى يبلغ يا رب من لم يحج الحج ان شاء الله، و إن كانت النية موجودة فالله سبحانه وتعالى يسأل الله ربنا يكتب له هي حتى لو لم يؤدي فريضة الحج. يا رب أكيد النية سباقة إن شاء الله بإذن الله. إحنا والله سعداء فيك أستاذ أسامة، يعني حكاوي الحج وذكريات الحج، يعني شوقتنا أكثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر حج هذا العام. آمين. لنا ولكم إن شاء الله. آمين آمين يا رب. آمين يا رب. الله يسعدك يبارك فيك. الله يبارك فيك. إذا نحن اليوم في الخيمة مشاهدينا الكرام سعدنا ب ضيافة أو تشريف الأستاذ أسامة فيلالي وهو رجل الأعمال ومالك شركة دار الإيمان في خيمة هذا اليوم. قبل أن نختم طبعا إحنا حنختم بنشيد مع زميلنا محمد، لكن قبل أن نختم طبعا نوجه بالشكر والتحية لجميع الرعاة المشاركين معنا في برنامج التاج، مؤسسة سالم محفوظ الخيرية، برنامج ريالي للوعي المالي، شركة دار الإيمان البيك، شركة عبد الله هاشم هوندا، تريفا، شركة الأفكار السعودية، رز أبو كاس، والندوة العالمية للشباب الإسلامي. بعد لحظات ستكونون على أجواء يعني أجواء تنافسية مع المتسابقين في المسابقة الرسمية مسابقة التاج. نسمع هذا الختام وبعدها ننتقل إلى التاج في مسابقته الرسمية. نور في الأجواء تألق، هب نسيم يحمل طيبة، روحي أنست قلبي حلق، من مكة أصبحت قريبا. نور في الأجواء تألق، هب نسيم يحمل طيبة، روحي أنست قلبي حلق، من مكة أصبحت قريبا. كم لبيت على عرفات وتلقيت خيوط الرحمة، أخلصت لرب الدعوات وشكرت الله على النعمة. كم لبيت على عرفات وتلقيت خيوط الرحمة، أخلصت لرب الدعوات وشكرت الله على النعمة. نور في الأجواء تألق، هب